بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 32. همي طالب بجامعة سيرلينغ بسكوتلندا يقول: جاءني رجل وقال بأنه محتاج إلى مبلغ من المال وطلب مني أن أذهب معه إلى أي مكان لأشتري له سيارة ثم يبيعها ويأخذ هو ثمنها على أن يسددها إلي على أقساط شهرية، فأنا لا أملك معرضا لبيع السيارات، ولكن من جاءني يريد مالا يتزوج به أو يعمر له بيتا ذهبت معه إلى أي معرض واشتريت له سيارة بمبلغ مثلا 40,000 ويبيعها 38,000 وأسجلها عليه بقيمة 55,000 أو 60,000 على أن يدفعها كما أسلفت على هيئة أقساط شهرية، فما الحكم في مثل هذا التعامل؟ إذا لم يكن حصل منك معه عقد قبل شراء السيارة، لأن حصل وعد مثلا أو حصل مفاهمة ولم يحصل عقد ثم ذهبتما أو ذهبت أنت واشتريت السيارة وبعتها عليه بعدما اشتريتها، فلا حرج في ذلك. أما إذا كان البيع منك له حصل قبل أن تشتري السيارة، اتفقت أنت وإياه على عقد وأبرمتما العقد ثم ذهبت واشتريت السيارة له، فهذا لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك. ولا يقال إن هذا بيع موصوف في الذمة السلم، لأنه يشترط في بيع الموصوف في الذمة أن يسلم القيمة قبل التفرق، وإلا يكون من باب بيع الدين بالدين. الحاصل أنه لا يجوز إبرام العقد قبل أن تستحصل على السيارة وتملكها، ثم إذا حصلتها وملكتها وبعتها عليه بثمن غائب أكثر منه حالا ثم هو ذهب وباعها على غيره، فهذه مسألة التورق المشهورة عند أهل العلم. يحتاج الإنسان إلى نقد ثم يذهب إلى شخص ويبيع عليه سلعة بثمن مؤجل ليبيعها ويرتفق بثمنها، بشرط لا يشتريها صاحبها الأول، وهذا جائز. فهذا عند الأكثر جائز، وهو الصحيح إن شاء الله للحاجة، هذا هو الصحيح إن شاء الله للحاجة، لأن الفقير ليس له حيلة إلا أن يعمل هكذا. فإذا توفرت هذه الشروط بأن كانت السيارة في ملك البائع قبل أن يعقد مع المستدين ولم يشتريها البائع وإنما باعها المشتري المستدين باعها على غيره، فلا بأس بذلك إن شاء الله، ويكون الثمن مؤجلا سواء كان مقسطا على فترات أو دفعة واحدة إذا حل الأجل، لا بأس بذلك. والممنوع في هذا هو ألا يحدد قيمتها قبل أن يعلمها أو يقبضها، إذا كان الذي حصل بينهما من باب التفاهم فقط ومن باب الوعد لا بأس بذلك. أما إذا كان تحديد الثمن بمعنى أنه عقد العقد وأبرمه قبل أن يحصل على السيارة فهذا لا يجوز. يعني مثلا أنا أسجل عليه مثلا 50,000 ريال وأذهب لأشتري له السيارة بعد إبرام هذا العقد، أشتري له السيارة مثلا 30,000 ويبيعها هو 25,000، هذا لا يجوز. هذا لا يجوز لأنه باع الشيء قبل أن يملكه. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا المستمع ميم ميم من مكة المكرمة يقول: أنا شاب في 19 من العمر، توفي والدي وهو غير راض عني وأصبح هذا الشعور يؤرقني ليل نهار، فما الذي يمكنني عمله الآن لكي أريح ضميري الذي يعذبني كثيرا؟ يجب على الولد أن يبر بوالده وأن لا يغضبه وأن لا يعقه، لأن حق الوالد عظيم، لكن إذا حصل من الإنسان مع والده شيء من الإساءة فعليه أن يستحله وأن يستسمحه ويطلب منه العفو إذا كان حيا. أما إذا مات الوالد على هذه الحالة وهو قد غضب على ولده ولم يبقى حينئذ إلا أن يتوب هذا الولد إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفره مما حصل، وأن يعمل للوالد شيء من البر بعد وفاته، يعني بأن يتصدق عنه وأن مثلا يعني يتصدق عنه وأن يدعو له ويستغفر له ويكثر من هذا، لعل الله أن يخفف عنه حق والده. هذا المستمع سليمان أبو خليل محمد مصري الجنسية يعمل بالدمام يقول: حصل مني وأنا في حالة غضب أن حلفت على زوجتي يمينا بالطلاق 3 مرات أن تكون محرمة علي مثل أمي وأختي إذا ذهبت إلى بيت والدها طول فترة غيابي، وحتى الآن لم تذهب، هل يجوز لي بعد ذلك وأنا موجود هنا أن أسمح لها بالذهاب؟ لأني شعرت بعد ذلك أني سأكون قاطعا لذوي
الأرحام، وماذا يترتب على ذلك لو فعلته؟ إذا كان قصدك من الطلاق منعها، إذا كان قصدك من الطلاق منعها من الذهاب ولم ترد تعليق الطلاق وإنما قصدت منعها فقط، فإنه يكون عليك كفارة يمين، تكفر كفارة يمين وتنحل هذه اليمين، ويجوز لها بعد ذلك أن تذهب إلى أقاربها. هذا إذا كان قصدك منعها من الذهاب فقط. يعني نيته وقت الحلف، وقت الحلف أن يمنعها ولم يقصد تطليقها، فهذا كما ذكر. أما إذا كان قصد طلاقها وأنها إذا ذهبت فإنها تطلق، فهذا يقع عليه الطلاق، يقع عليه الطلاق، لأنه لم يقصد المنع وإنما قصد تعليق الطلاق على الذهاب. وإذا حصل المعلق عليه حصل المعلق، أو إذا حصل الشرط حصل المشروط. تلفظ به 3 مرات، هل يقع 3 مرات؟ إذا كان نوابه إيقاع الطلاق فإنه يقع 3 مرات. نعم. نعم. 3 طلقات. وهذا لا يكون من قبيل الظهار، قوله أن تكون محرمة علي مثل أمي وأختي كذلك. نعم. إذن هذا هو طلاق وظهار مع. إذا كان قصد مثلا تعليق الظهار وتعليق الطلاق على ذهابها، قصد الاثنين، فيكون مطلقا ومظاهرا، يكون مطلقا ومظاهرا. وأما إذا لم يقصد شيئا من الاثنين وإنما قصد منعها فقط فكما ذكرنا عليه كفارة يمين. نعم. نعم. لو كان فعلا قصد الطلاق وقصد الظهار. نعم. ويريد أن يعدل عن ذلك، هي بانت إذا كان طلقها 3 فقد بانت منه. نعم. يعني لا يكون طلقة واحدة بحكم أنها في مجلس واحد أو في موقف واحد، هذه كررها هو. لو كانت بلفظ واحد، نعم، لو كانت 3 بلفظ واحد هذا موضع خلاف بين أهل العلم، الجمهور على أنه يقع 3. نعم. وهو الصحيح. أما وقد فرقه ب3 ألفاظ فهذا يقع عند الجميع 3 طلقات. إنما لو فرضنا أن لكن ربما يقال إنه غضبان كما ذكر هو، نعم، حالة غضب أكيد. إذا كان حالة الغضب زال معها شعوره حيث لا يتصور ماذا يقول، هذا لا شيء عليه، لا يمين ولا طلاق ولا ظهار. ولا ظهار. نعم. نعم، لأنه زائل الشعور. أما إذا كان غضبه أقل من ذلك ويتصور ما يقول ويعقل ما يقول فكما ذكرنا. نعم. إذا لو فرضنا أنه في حالة غضب ولكنه خفيف يعي معه ما يقول، ووقع طلاق ولكنه مرة واحدة وفي نفس الوقت ظهار، عليه أن يكفر كفارة الظهار؟ هذا لا يتصور أن يقع عليه مرة واحدة، لأنه طلقها 3 مرات. لو قلنا بلفظ واحد، لو فرضنا بلفظ واحد هذا. نعم. إذا أفتي. نعم. على رأي من يرى أن 3 بلفظ واحد تكون واحدة، يكون عليه ظهار، عليه ظهار فقط، يكون عليه ظهار فقط ويراجعها، ويراجع. لكن الذي عليه الجمهور الصحيح أن 3 تقع ولو بلفظ واحد. نعم. نعم. هذا سؤال من المستمع جابر زايد من المملكة المغربية، يقول: رجل طلق زوجته وهي حامل منه، وبعد أن وضعت رزقها الله بابن فحضنته وقامت على تربيته ورعايته حتى كبر وتزوج دون أن يقدم له والده أي مساعدة أو نفقة، فهل يجب عليه الإحسان إلى والده وبره وإن لم يقم على رعايته ولم يذق منه طعم حنان الأبوة وشفقتها أم لا؟ نعم، يجب على الولد حق لوالده ولو كان الوالد قصر في تربيته والنفقة عليه، لأن كل من الوالد والولد له حق على الآخر، فإذا قصر الوالد في حق الولد فإن عليه ما تحمل ويأثم بذلك، لكن لا يسقط حقه على الولد، فعليه أن يبر به وأن يحسن إليه، ومطلوب من المسلم أن يحسن إلى من أساء إليه ولو كان غير والده. نعم. ادفع بالتي هي أحسن، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. مطلوب من المسلم أن يقابل الإساءة بالإحسان مع الناس، فكيف مع والده؟ يكون الأمر آكد في هذا. نعم. جزاكم الله خير.